في سياق ذي صلة، لم تشفع حرمة شهر رمضان الكريم في وقف سفك الدماء، حيث شهدت بعض الولايات جرائم قتل بشعة راح ضحيتها العديد من الأشخاص. المزيد مع سيد أحمد هديب والرفيق خلف الله. بالرغم من أننا في شهر رمضان الكريم، إلا أن يومية الجزائريين لم تخلو من سفك دماء بعضهم البعض، أين كانت مختلف الولايات مسرحا للعديد من الجرائم البشعة راح ضحيتها 7 أشخاص خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل. الإدمان على المخدرات وإلساق فكرة غلبني رمضان هي أسباب يراها المختصون في علم الاجتماع وراء تفشي الظاهرة في أيام مباركة. هذا نشوفه بلي بزاف شباب ولا ناس عاديين تقولوا غلبوا رمضان. واش معنى غلبوا رمضان؟ انه ما قدرش يسيطر على نفسه، ما قدرش يسيطر على شهوته، وبالتالي تفسر هذه الحاله من ناحيه نفسيه على انه رد فعل، انه ما تقبلش هذا الصيام، ما تقبلش هذاك الجوع، ما تقبلش انه يصبر على القهوه، ما تقبلش انه يصبر على الدخان. 11 يوما من رمضان مضت يفرح فيها الذي استغلها في فعل الخير، ويحزن من ضيع فيها الخيرات، فكيف بقاتل نفس في أيام مباركة؟